بعد طول انتظار عادت سكة خضار الاتحاد اللبناني لكرة السلة إلى مسارها الصحيح. المكان الطبيعي لأعضاء الاتحاد ليطرح كل واحد اللي عنده هو سقف مقر الراحل أنطوان شويري باني عهد كرة السلة اللبنانية الحديثة. الأسبوع الماضي كان شهد خطر حقيقي على اللعبة من خلال توقف البطولة ليوم واحد اعتراضا من الحكام على عدم قبض مستحقاتهم، لكن الأمور عادت إلى مجاريها بجهود الخيرين وأول أمين عام الاتحاد الآسيوي أجوب خدشريا بالتنسيق مع نظيره اللبناني شرب الرزق. الرئيس بيير كيخيا دعا لجلسة يوم الاثنين الماضي وعلى جدول أعمال لبند وحيد وهو دفع مستحقات الحكام وكافة موظفي الاتحاد حسب الأصول بحسب كيخيا، وبحضور غالبية الأعضاء بجلسة تعتبر الأقصر زمنيا واللي استمرت حوالي ربع ساعة كانت كافية لتتصاعد منها الدخان الأبيض. اليوم هي جلسة استثنائية ببند واحد وتسديد حقوق الحكام واللي كل مرتبطين بالبطولة، وهيدي بكون خطوة جيدة انه رجعنا على الامور الطبيعية بروح ايجابية ونتأمل انه نكمل بها الطريقة. طيب استاذ بيير، بموضوع المواضيع الثانية اليوم في انذار وصل من اجوب خدشريان كرمال موضوع المستحقات وهيدي الامور، برأيك لوين رايحة هيدا الموضوع؟ كل الامور بتنحل بطريقة منطقية وايجابية، وبتعرف نحن ناطرين مصريات الدولة يعني بالنتيجة. وما وصلتنا؟ كل شيء مع اجوب بينحل. كيخيا دعا لجلسة تانية جرت يوم الخميس لمعالجة الخطر الأكبر وهو تهديد الاتحاد الآسيوي بإيقاف لبنان عن المشاركات الخارجية إذا ما التزم قبل 27 الحالة بدفع المستحقات المتوجبة عليه بعد استضافته لبطولة آسيا. جلسة الخميس حملت الأمل للبنانيين بعد ما قرر الاتحاد دفع مبلغ $200,000 اللي تم التوافق عليها مع الاتحاد القاري كدفعة أولى كبادرة حسن نية لحين استلام المساعدة المنتظرة من الدولة اللبنانية.